السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو قدمته. بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا. بشكر الناس اللي مشتركة معايا من زمان، وبشكر الناس اللي بتشترك جديد، وبدعي لكم ربنا يحميكم ويحفظكم ويبارك فيكم. والاول كده كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يجعله كده عيد مبروك عليكم، وتعود عليكم الايام بخير وصحة وسلامة وفرح وسعادة يا رب. ربنا يحفظكم ويحميكم ويبارك فيكم، ربنا يا رب يشفي كل مريض، ويا رب كده اللي معاه الذرية الصالحة ربنا يكرمه يا رب كده، ويكون معاه الذرية الصالحة السنة الجاية إن شاء الله، وكل اللي معاها بنات ربنا يفرحهم بيها إن شاء الله، والسنة الجاية يكون معاهم الزوج الصالح كده يا رب. يا رب ربنا يصلح ولادكم، وربنا ينجح ولادنا في الثانوية العامة يا رب، ربنا يصلح حالكم وحال ولادكم ويرزقكم برزقهم يا رب، ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. الاول كده بتعمل ايه يا ام داليا؟ النهارده بقى يوم طويل وشغل كتير خالص خالص معاكم، بالله عليكم بقى ما تنسوش اللايك، واللي مشتركش في القناه يشترك، لان بصراحه النهارده كان الوقفه وشغل كتير خالص يوم الوقفه ده، واحنا كنا صايمين ما شاء الله على الشغل. الاول كده انا كنت جايبه كيلو لحمه، ما رضيتش بقى اعمله مره واحده، لازم بقى كده نخلي بالنا كده يعني ما نبهدلش في الحاجه وكده. فطبعا هنعمل بكره فته وهنطبخ النهارده، فانا قسمت ايه الكيلو اللحمه، نص هعمله النهارده ونص هعمله بكره. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما نطمحش بقى كده وتبقى طماعين ونروح طبخين كيلو اللحمه، ادام ماشيين على جدنا خلينا بقى على جدنا كده وراضيين بنصيبنا والحمد لله رضا. فما نعملش كيلو اللحمه مره واحده، انا قسمت بقى كيلو اللحمه، قلت هسلق نص النهارده والنص التاني ايه خليه بكره نعمل بقى عليه فته نفطر بيه. اي حاجه بقى، بس المهم ايه نخلي بالنا. لميت بقى الفرش اللي على المرتبه بتاعتنا، وهجيب لها بقى ملايه نظيفه، وهغسل بقى دول عشان ننضف بقى تنظيفه العيد. الحمد لله تنظيفه العيد على جدنا، يعني كل واحد بيمشي على جده. المهم الملاية دي كنت غسلاها، لان انا في الاول كنت بلم غسيل، كنت غسل غسيل كتير يعني، النهارده ما شاء الله ما قعدناش، كان في غسيل كتير الصبح غسلناه، ومن كتر الحر هو نشف على طول اصلا، فاحنا لمينا الغسيل وكان فاضل بقى ايه، كنا فرشين الدفايه ديت بدل الملاية، قلنا هنغسلها بقى مع شويه غسيل يعني قليلين ما كانش كتر كده، وقلنا هنغسلهم بقى خلاص. هنا غيرنا الفرش بتاع المرتبه بتاعتنا، هناخد بقى الحصيله ونغسلها جوه ونشيلها بقى عشان العيد تبقى نظيفه، احنا بنغسلها على طول بس برضك ايه عشان العيد وكده وتبقى نظيفه، وبعدين هي مفروشه على الارض والارض دي فيها تراب، فلازم تتغسل يوم بعد يوم كده عشان خاطر هي التراب وكده، يعني حتى لو غسلتوها وجيت تنفضوها هتلاقي طالع منها تراب عشان ارض ارض تراب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا بقت المكنه بتاع البسكوت، كنت عامله بسكوت امبارح وكنت غسلها وكنت سايباها في الطشت، هقفلها بقى عشان خاطر ايه، انا بشيلها عندي من زمان، بشيلها بعمل بها كل سنه يعني، عندي بقى لها سنين طويله بحافظ عليها، كل ما اعمل واروح لفها بحالها كده واحط حاجتها واربطها تاني واشيلها، فربطتها وعطيتها لداليا تشيلها عشان خاطر الم المواعين في الطشت، ولمينا المواعين وطلعنا بقى بغسيلنا بحصيرتنا بحاجتنا بره. هتشغل بقى داليا الغساله ونحط ايه، هما كانوا شويه فاضلين بقى شويه صغيرين، وهندور غسيل الحصيره وندور دعاك المواعين عشان خاطر ايه عندنا طبيخ وعندنا حاجات كتيره النهارده خالص، اكيد يوم الوقفه كده عند الست الصعيديه بنفضل نشيل ونهب ونزعف ونعمل ايه مصالحنا يوم الوقفه كده. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم ويبارك فيكم ويصلح حالكم وحال ولادكم ويروق بالكم وبال ولادكم يا رب. ربنا يرزق اللي معاه الذريه الصالحه يا رب كده بالذريه الصالحه، وان شاء الله السنه الجايه كده يكون بيلعبوا حواليه ويفرحوه ويفرحوا قلبي يا رب. ربنا يشفي كل مريض ويشيل عنه الغمة، وإن شاء الله يكون السنة الجاية حلوة وبصحة جيدة وما يكونش فيه مرض خالص إن شاء الله.
ربنا يرحم كل أمواتنا وأموات المسلمين يا رب، ربنا ينصر أهل فلسطين ويرحم أمواتهم ويشفي مرضاهم يا رب يا رب، ربنا ينصر فلسطين يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يا رب نجح ولادنا في الثانوية العامة يا رب، عشان خاطر كل أم شايلة هم ولادها، إن شاء الله ربنا ينجح عيالنا في الثانوية العامة يا رب، ويجيبوا كده أعلى مجموع ويجيبوا أعلى الدرجات ويصلح حال ولادنا يا رب. ربنا يصلح حال ولادكم كلكم جميعا يا رب، ربنا يفرح قلوبكم يا رب، ربنا يجعل عيد مبروك كده عليكم يا رب كده، ويدخل عليكم بالهنا والسرور وكل حاجة حلوة كده يا رب. المهم يا وصلنا الحصيرة، داليا بقى هتروح تنشرها في الشمس، هنا الشمس كانت عالية بقى، احنا بادئين يومنا من بدير مع اننا صايمين، وكمان النهاردة كان جو حر موت، بس بدأنا ايه يومنا من بدري بقى عشان خاطر ايه نخلص يعني مصالحنا، ان احنا ورانا مصالح كتيرة يعني، فقلنا نخلصها. فاكيد المواعين دي مسجوجه معانا كل يوم، مش عارفه يعني احنا كل يوم عندنا مواعين، وعشان خاطر ما عندناش حنفيه زي ما انتوا عارفين جوه، فلازم ايه نطلعها نغسلها عشان خاطر نروق جوه، فبنجيبها معانا بقى، هي لازم المواعين كده عشان ان احنا بنخلص يعني الحاجه وندعك المواعين على طول، فلازم نشيلها في الطش زي ما انتوا بتشوفوا كده او على الفرن لغايه ما تاني يوم، او يعني لو بالليل تاني يوم نجيبها بره عشان خاطر بره ضلم مفيش نور، مش مركبين نور في الحته اللي فيها الغساله دي، بالليل بقى بتبقى ضلمه كحل، فلازم نخلي المواعين دي للصبح ناخدها معانا بقى، واحنا كنا بادئين يومنا بدري ما شاء الله، فقلنا نروق بقى نفسنا منها، والغسيل كنا غسلينه برضك من الفجر، اللي لما نادى هوت قدامكم كنا غسلينه من الفجر، يعني هو اول ما النهار بيطلع كده دي بتبص تلاقوا الغسيل نشف على طول، شمس سخنه موت. خلصنا بقى المواعين اهو، هندخل بقى ورانا مصالح كتيرة جوه هنعملها. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بالله عليكم بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنساش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وبتشرفوني وتنوروني والله باشتراككم، وبفرح جدا والله لما بلاقيكم تشتركوا في القناة بفرح جدا والله، وما بلاقيكم بتحطوا اللايك وتكتبوا كومنتات حلوة والله بفرح بيها، ربنا يحفظكم لي يا رب. كان في جوز طواجي كده اللي هي كاسكته ما حطيتهمش في الغساله، قلت احكم بالفرشه بقى، وكان في كمان اكل لسه جوه، قلت لها هاتي نحطه للبط واحنا قاعدين والوز عشان ايه يعني ياكلوا كده، ده بنفطرهم من بدري، بس هي لو في اكل وكده بنحط لهم يعني، لازم اول ما بنصحى من بدري بنفطر طيورنا. لا بس دي كان فايت بقى، قلت لها روحي دوري في التلاجة كده، تي لقيت الصينيه دي مكان اكل وعيش وكده، قلت لها هاتي نقطعه للطيور بتاعتنا. دخلنا كنسنا الاوضه لان ما كناش كسيره، كنا حاشين بس ايه الحصيره، وكنا فرشين المرتب. دخلنا وبره بقى ما شاء الله على العيال، والله بنضف كل يوم وشايفين عيال ما شاء الله بيقعدوا طول النهار يبهدل والله، كل شويه يكنس على المنظر اللي انتوا شايفينه ده، كل شويه يروق يعني مش قدامكم بس، طول النهار يكنس وروق كده، وما شاء الله على العيال الصغير عندنا. فقلت بقى هنتك بره كده السجاده ونكنس ونرش، احنا مش هنفرشها بقى لاخر النهار، داليا بقى هترش ورايا كده وتخمرها بميه عشان الجو حر، تضطر بقى الدهليز بتاعنا، انا بقول على الحته دي الدهليز عشان احنا بنسمي يعني الصاله دي الدهليز، فداليا هتخمرها ميه وتسيبها بقى مع نفسها بقى تنشف، وتجيب لنا طراوه كده وتدخل طراوه جوه لغايه ايه اخر النهار. هنرص المواعين، وانا كنت بقى حطيت اللحمه بتاعت السلج قبل ما اعمل الموال ده كله ده عشان خاطر ايه تلحق تطيب بك، يعني بحط لما يكون عندي لحمه اول حاجه بعملها اللحمه عشان خاطر ايه تاخد جاده كتيره براحتها، تاخد جاده قليله براحتها مع نفسها بقى، فهبص عليها الجهه طابطه اروح بقى طبخه، اولع بقى عين تاني وانجلي الحله بتاعت اللحمه دي، وهام كنت سلقه فاصوليا ناشفه كنت بلها يعني من بدري وسلقتها مخدش جادة كتيرة يعني، وبعد كده هجل التجلية وهطبخ ايه فاصوليا ناشفة، وهعمل رز وملوخية برضو يعني عادة يعني بنعمل ملوخية احنا، فهعمل رز وملوخية وهعمل كمان شوربة خضار عشان خاطر الجو حر وكده، والعيال بتيجي على الفطار بتبقى ملهوفة على العصير وملهوفة على اي حاجة، فانا بعمل شوربة خضار ايه
عشان خاطر الحر وكده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كنا عاملين بصراحة تانج، اللي هو التانج ده عملنا عصير برتقال منه، وعملنا بقى الشوربة دي، لان هما بيجوا على الفطار بياكلوا الشوربة بس. يعني ايه يعني، حتى تلاحظوا الطبيخ بيفيد، وبنحطه للبط والوز، لان في الصيام في الحر ده محدش بياكل بصراحة. وان احنا صايمين يعني، كان الاول لو في الطبيخ وكده بنفطر بيه، في الصيام ده محدش بيفطر بصراحة، ولا بيتغدى يعني، بناكل منه بيقعد تاني يوم ناكل منه، وبعد كده قبل الطيور بك. فبرضه بينفع برضك للبط والرز، بينفع الاكل الفايد ده. هنا كنت غاسله كلما، بس قلت بقى املاه بالجزازه دي والجردن بتاع الشاي دهوتي وبتاع الطبيخ، فمليتهم بقى، مليت الجزازه دي وجيت كملت بقى كلما، وكملت الجزازه برضو اللي فات حطيت ايه على الجزازه. انا كنت اصلا غسلاه وملياه، بس انا قلت هكمل بقى عشان خاطر ايه الحروكه. حطيت بقى الطبليه، وقلت هخرط الملوخيه الاول عشان خاطر هنعمل رقاق بقى، ايه عشان خاطر نعمل صينيه رقاق وكده، هنعمل رقاق النهارده ناشف بقى بعد كل الموالي اللي عملناه دهوت. هنرجع نروح احنا وداليا كده نعمل رقاق بقى، بصراحه هنخلص النهارده، رحنا هتطلع من كتر المسارح بصراحه. هي قاعده جنبيه تقشر التومه، وانا قعدت اخرط الملوخيه على الطبليه عشان ايه ما اقعدش اخرط بقى على الصينيه ومي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدت بقى خضار، هعمل سلطه جنب الطيور بتاعتي كده دي، عايزه انجي بقى الخضار اللي في السلطه وارميه للوز والبط. بحب اقعد معاه النهارده طول النهار كده، ما قعدتش معاه، فقلت بقى هاخد السلطه اعملها بره ووكل، وعمل ميداليه تلم الحصيره بقى وتدخل تفرشها جوه، اكون انا وكلته يعني وعملت السلطه جنبي. بنجي يعني الخضره وانجي اي هبوز الطماطم وكده وارميه له، بياكل ايه حواليا كده، مع ان هو والبط ما بيتوجوش بعض، بس بنحب نوكل الاتنين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بالله عليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك، واللي مشتركش في القناه يشترك. عملت بقى السلطه كده، جهزنا الاكل بقى عشان ما نقعد نعمل الرقاق، يبقى احنا عاملين ايه حاجتنا بقى، يعني حتى المغرب اتدنت علينا كده هنقوم نغري فيها على طول. يعني احنا بنحب الاكل مش سخن يعني ايه ولا حاجه، بنحبه بقى. فلو جينا بقى المغرب اتدنت يبقى احنا ايه خلصنا. هنا بقى قاعدين بنعمل رقاق انا وداليا، رقاقتين ناشفين كده عشان خاطر ايه نصبح نعمل منهم صينيه رقاق ولا حاجه. افرم حته لحمه من الكيلو اللي انا جايباه، ولا عندي صدور فراخ اروح اعملها بيه، افرمها واعملها بيه. قاعدين بقى على طول على طول ايه، احنا مش عاملين كتير يعني، عاملين كام رقاقه كده دي بس، بدل ما نشتري الرقاق غالي اصلا، وبدل ما نشتري واحنا قاعدين مستنيين المغرب ما تدن، قلنا هنعملهم بقى على طول. ما خدوش بصراحه وقت معانا النشابات الجديده دي اللي هي بتمشي على طول، دي على طول على طول بتخلص معانا الرقاق، ما خدش وقت يعني. هي ده اللي كانت قاعده بتكسري زي ما انتوا شايفين كده، يعني بتبطط اسمها عندنا بتكسر، بتبطط شويه، وانا على طول على طول بروح اعملها. بصوا بنشفهم بقى على طول النهارده، هنعملهم ناشفين، بحطهم على طول بالنشابه كده في الفرن، بفرشهم كده بالنشابه وهي بتنشف على طول، ما بتاخدش 5 دقايق، ما بتاخدش دقيقه كمان، ده هي بتنشف على طول، ده رقاقه ما بتاخدش دقيقه. بس هو ما خدش والله وقت معانا يعني، لا نشتريه من بره ولا اي حاجه، ما خدش وقت معانا، على طول بينشف في لحظات كده. تحطيها تقلبيها من هنا لهنا، انت بتفرشيها بالنشابه كده وبتروحي قلبها من هنا لهنا، ما شاء الله بتطيب على طول. وكده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.